الثاني. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة أعلى الإيمان، الحمد لله على نعمة أعلى الإحسان، الحمد لله على نعمة أعلى الشكر. هذه للأنبياء، اللهم احشرنا مع الأنبياء، اللهم احشرنا مع الصديقين، اللهم احشرنا مع أوليائك يا ذا الجلال، وفقنا لأعمالهم يا رب، اللهم وفقنا واجعل هذه الساعة أسعد ساعة في حياتنا. الموت يا إخواني على المؤمن زي الشعرة من العجينة، على الأهل الإيمان اللي اجتهدوا على الإيمان. هذا الناس دائما بيقولوا شو بيقولوا، في ناس مرضت قلوب، عندهم مرض قلوب، بيقولوا يا مشايخ دائما بتخوفونا من هالقبر ومن هالموت ومن هالزوال من الدنيا. قال يعني والله بعد مرات بقول لنا عائلنا إنه ما ندفنش الميت قد ما بتخوفونا. هذا مرض قلوب يا جماعة، يعني إحنا بدنا نضل نحكي في نعيم القبر نعيم القبر نعيم القبر، وفيش عذاب في القبر. يعني مش الرسول عليه السلام، نحكي كلام الرسول. يا إما روضة من رياض الجنة، أرجو الله أن يكون على هذه المريضة وعلى هذه اللي تركت الرضيع إنه روضة من رياض الجنة إن شاء الله. وبعدين إيش يعني من المرض الصعب الصعب الصعب، يعني ما تحملتش شهر. نرجو الله أن تكون شهيدة إن شاء الله، شهيدة يعني الله سبحانه وتعالى يقبلها إن شاء الله. أما نضل نحكي يعني إنه خلص هذا الموت ولا إشي، مدان النبي بقول والله ما شفت شيء قط في الدنيا إلا والقبر، إلا والقبر أصعب من أبشع من القبر. مش هين يعني، بس مش هين على مين؟ على التهاب الدنيا. والله عثمان بن عفان كان ما يعيط إلا تنشوف القبر، ما يعيط إلا تنشوف القبر. يا إخواني هذا القبر ما حدا بيعرف شو بده يصير فيه جواه، ما حدا بيعرف شو بده يصير فيه جواه. ليش الرسول عليه السلام شو قال لك؟ قال لك اللي بقول اشهد الدعاء بعد كل صلاة، صلاته خداش، شو هو؟ شو هو؟ أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال. هذا اللي بقوله اشهد الدعاء، صلاته خداش. طب ليش قال لنا هيك؟ دليل على انه في عذاب في القبر وفي نعيم في القبر. الان تنم يجوا الملائكه ان شاء الله، بيجونا وبيجوها باحلى صوره ان شاء الله. ان شاء الله بنكون من اهل الايمان، من اتباع الانبياء، من اللي الله وظفهم وظيفه الانبياء وعانهم يقوموا على وظيفه على عمل الانبياء. هذا الانسان المؤمن اللي تحصل على النور، اللي كان همه الاخره، اللي كان همه نور القبر، اللي كان همه مرضات الله، اللي كان همه كيف حب الله يجي بقلبه. والله يا اخواني المؤمن انه ليل نهار ما بيفكر الا كيف الله يرضى، الا كيف الله يفرح، الا كيف الله يعني ما يغضبش علي، كيف الله يعطيني نور في قلبي، كيف الله يعطيني الايمان في قلبي. هذا يا اخواني الانسان اللي بيجعل همه هم الاخره، هم الميعاد. قولوا اللهم اجعلنا منهم، قولوا اللهم اجعلنا منهم يا شباب، اللي همه الاخره، اللي همه الميعاد، اللي همه القبر، اللي همه الصراط، اللي همه يوما مقداره 50,000 سنة. كفاه الله هم الدنيا وهم الاخره. قولوا اللهم اجعلنا منهم. كفاه الله هم الدنيا وهم الاخره. آمنوا بالله العظيم، في ناس عندها مليارات والله ما بتعرف تنام من القلق ومن الهم ومن الفكر ومن اللي انتوا أدرى فيه. مليارات، هذا دليل على انه الله سبحانه وتعالى جعل السعادة والطمأنينة والراحة والفوز بالإيمان والأعمال الصالحة، بالإيمان والأعمال الصالحة. اللهم يا الله وفقنا لأنهم يجوا لأهل الإيمان الآن، الله يجعلهم يجوها بأحلى صورة. من ربك تركت رضيع، تركت أولاد صغار، والمرض صابها وما عادش معها كم من يوم، أرجو الله أنه الله يحن عليها، أرجو الله أنه الله يرحم عليها، أرجو الله أنه الله يجعلها في عليين إن شاء الله تعالى، والله يعوض على جوزها وعلى أهلها إن شاء الله وعلى أولادها، الله يحنن على أولادها. شوف يا أخواني لأنهم يجوها إن شاء الله تعالى وتكون مرضية لله ومحتسبة وصابرة، محتسبة وصابرة وما بتقول غير الحمد لله، تملأ الميزان. من ربك
ربي الله ان شاء الله. الارض كانت تقطع يا شيخ. ها وصورة الملك ليلة ليلة تقطع. هذه الملك بتنجي من عذاب القبر. هذه من الاسباب الخمسة اللي بتنجي من عذاب القبر ومن فزعة القبر. هذه صورة الملك. وهي اللي بيقرا صورة الملك بقدرة الله شفعت لرجل حتى غفر له. شفعت لرجل حتى غفر له. تعالى تقول من ربك؟ من ربي الله. ما دينك؟ ديني الاسلام. ما هذا الرجل؟ هذا حبيبي وهذا كنت اصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا كنت اعظم سننه واحب سننه واطبق سننه. كل ما طلعت من الدار له سنة، كل ما خشيت في الدار له سنة، كل ما اكلت له سنة، كل ما دخلت الحمام له سنة، كل ما نمت له سنة، كل ما شبعت له سنة، كل ما اجاني الهم له سنة، كل ما صعدت له سنة، في النهار له سنة، في الليل له سنة. أنه اللي يدور على هذه السنن وعلى هذا الهدى، هذا اللي بده. ربي الله ديني الإسلام وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لها صدق عبدي على الحق عشت عليه مت عليه تبعث إن شاء الله. فالله جل جلاله الله جل جلاله افرشوا لعبدي من الجنة وألبسوه من الجنة وافتح عليه طاعة من الجنة. أرجو الله يا إخواني أن نكون كذلك إن شاء الله تعالى. هذا يا إخواني الإنسان والله ما إله حياة طيبة في الدنيا إلا في حب الله. اسمع بدي أقول هالكلمة، هذه كلمة جامعة. كلنا بدنا حياة طيبة، وكلنا بدنا طمأنينة، وكلنا بدنا أمن، وكلنا بدنا تمكين في الأرض، وكلنا بدنا استخلاف. والله يا إخواني لا يكون هذا إلا ندفع اللي علينا. شو الأمر اللي علينا؟ إيمان وأعمال صالحة. إيمان وأعمال صالحة، بعدين بتاخذ اللي وعدك فيه رب العالمين. أما من دون ما ندفع الأوامر اللي حطها علينا لا نستطيع أن نقول لله أعطينا. طب ادفع اللي عليك، ادفع اللي عليك. أول إشي إن الذين أول إشي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أول شيء إيمان وعمل صالحة. بعدين يا إخواني قول لربك شو بدك. ولا يا إخواني الله اصطفى الأنبياء، اللهم اصطفينا، اللهم اجتبى الأنبياء، اللهم اجتبينا، الله اختار الأنبياء، اللهم اختارنا، الله اختار وظف كل إنسان مسلم. بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وظيفته يا إخواني تبليغ الدين، نشر الدين، إقامة الدين. يأتي أناس يوم القيامة قولوا اللهم اجعلنا منهم على منابر من نور في وجوههم النور، يغبطهم الأنبياء والشهداء على محبة الله وعلى قربهم من الله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، على قربهم من الله، على قربهم من رحمة الله، على قربهم من كرم الله. لا هم أنبياء ولا شهداء، ولكن يأتون على فجأة عربي على ركبتي قال صفهم لنا، قال هم من قبائل نزع ومن بلاد شتى. اللهم اجعلنا منهم، من قبائل نزع ومن بلاد شتى يجتمعون على تحصيل الإيمان. والله قليل ما هم، قولوا اللهم اجعلنا من القليلون. قال ليش هالإنسان مكيف؟ هذا مش من الليرات ولا من الأكل ولا من السيارات ولا من المليارات، مكيف من النور اللي بقلبه، مكيف له علاقة مع ربه. والله عمرك ما بتكيف يا عبد الله لو طلعت على الليرات من الأرض للسماء، من الأرض للسماء طلعت على الليرات، عمرك ما بتكيف لغير تصلح مع هالكريم. عمرك ما بتطمئن إلا تعمل علاقة مع هالكريم، إلا تمدحه، إلا تمجده، إلا تعظمه، إلا تحبه. قول له بدي أحبك يا رب، قول له بدي أحبك بالعربي، قول له بدي أمدحك، قول له بدي أتهنى في صلاتي، قول له بدي أتهنى في قرآني، قول له بدي أتهنى في الذكر. اوعى تتآنس في المخلوق. اللي بتآنس في المخلوق مرض يا جماعة، أما تآنس برب المخلوق هذا الشفاء وهذا الدواء. اللهم وفقنا لتآنس بالقرآن، اللهم أنسنا بالصلاة، اللهم أنسنا بالدعاء، اللهم أنسنا بعد صلاة الفجر نذكرك، اللهم أنسنا بقيام الليل، اللهم أنسنا بمدحك أمام خلقك، بتمجيدك أمام خلقك، بالثناء على جلالك أمام خلقك. اللهم أنسنا يا الله بتعظيم السنة يا الله. اللهم لا تجعل فينا عاصي، لا تجعل فينا مخالف لأمرك، لا تجعل فينا تابع للشيطان، لا تجعل فينا عدوا للرحمن يا الله، إلا أولياء للرحمن. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وغائبنا وشاهدنا. اللهم إن حييتهم إن فاحي على الإسلام وتوفيتهم إنه توفاه على الإيمان.
اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا. امين امين يا رب العالمين. اخواني احبائي اعزائي، كما تمت الشهيد الاثنين مرحوم باذن الله تعالى ان يزن صباه التي انتقلت الى رحمه الله تعالى. تم الصلاه على الجثمان في مسجد دمر قفيشه بعد صلاه العصر في هذا اليوم 2/6/2024. نسال الله لها الرحمه والمغفره والعفو والعافيه، وان يجعل قبرها روضه من رياض الجنه. استودعكم الله بإذن الله غير ولا من. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.